هاد الوقفه ديالنا على حساب الحموله. احنا كاينين بعض الشاحنات هنايا اللي هي الكونتير عطينا 3 طن ونص، ويا الكونتير كاينه اللي فيها 4 طن و200، يعني هاد الكونتير هادي غادا تدور خاويه وتدخل الفوريان يخلص مولاها بقى يدور فيها. كاين هاد 10% اللي عطاونا في 2009، يعني كان الغازوال 7 دراهم حتى 7 دراهم ونص، دابا الغازوال ولا ب 10 دراهم و40 فرنك، 10% زياده راه ما كافياناش. والبطاقه المهنيه دينا ما مستفدينش فيها، وحنا كنطلبوا من الوزاره تحل معنا مشكل في هذا الشيء. احنا باقيين مستمرين حتى يحلوا لنا المشكل. حلوه هي ديك ما حلوش، احنا زايدين في الوقفه. هاد الاضراب وقفه احتجاجيه دايرين احنا 5 ايام، 4 بالشاحنات دايرين ان احنا هادشي منوضين على غازوال وعلى الطوناج. الكاميو عندنا حنا عاطينا 11 طون، مالي العشرات عاطينا 11 طون، حنا 11 طون غنجيبوها للخدار ما غتسيط لينا والو. كاينين الناس معانا هنايا كي بحال قلتي تيخدموا شي حوايج غير في الصالح ديالهم، اما مالين الشاحنات مقهورين، هاد الكازوال ولا 214 ريال، كنمشينا لاكادير وكنجي كناكل 68000. كيعطونا هنايا 90000 روتور، الطوناج كتوقف عند مالين البيضاء حاطين لك ميزان هنا، حاطين لك ميزان هنا، حنا هاد الناس ديال مالين الطوناج سنين وعوام حنا عايشين معاهم بحالهم هكا، ماشي رايتها متى جات 2018، عاد باش كيسدوا لنا الطريق وهاد الطريق وهاد الطريق، عاد تعرف بالشاحنات حنا شحال ولا، اسطول اكثر من الاسطول البحري كتجيب السلعه لعباد الله هنا، هيا هما وقفوا 5 ايام، السلعه كاينه اللي ب 10 دراهم، كاينه اللي ب 8 دراهم، والسيفور هم الكاميرا ما شيطلي والو. رحنا هاد ارباب الشاحنات راهم مكرفسين، راه مكرفسين ماديا ومعنويا، راه مكرفسين ابار جوندارم ابار الوقفه اللي واقفين، راه حنا مكرفسين باش كنوصلوا شي حاجه للمواطن. مو السيفور راه كيخرج من 4 الصباح خصو في البحيره يبقى ما يخرج منها حتى الليل بجوعه، وعاده باش يجي شي طريق باش يوصل لهاد المواطن هاد المواد اللي كيستهلك خضره وكل شيء. والطوناج حنا مكرفسين هاد مالين الطوناج، وبالاكثريه الكونتير وهاد الكاميو 10 و 8 تكرفسوا بزاف. الكونتير دابا هي خاويه فيها 3 طن و 4 طن و 500 5 طن خاوية، وهي قانون ديالها 3 طن ونص اللي مكتوبة لها في كارت كريس. المازوط بالنسبة لهاد الأرباب الشاحنات كيجيهم ثانوية اللي خاصو يدوو عليه العامة، حنا كندوو أهم حاجة عندنا هو الطوناج. واش السيد جاي مشارجي من أكادير خاصو يبدل الطريق يزيد عليه 200 كيلومتر باش الله يدوز على يبعد من الجندارم ويبعد من صحاب البيضاء ويصحاب الميزان، خصو بنادم يديروا لنا حل، يديروا لنا واحد الحل اللي يرضي المواطنين، اللي يرضي ارباب الشاحنات يخليهم غاديين غادي الامور غادي ديالهم زوين. والطوناج راه ما كاينش شي واحد كيكلف على الحديد ديالو.